بين العرب والإسلام، العرب شيء والإسلام شيء آخر. قبل الإسلام كان العرب حطاما تذرؤه الريح مبعثر، راوية تسهر حتى الفجر وتنام إلى الليل، تسهر في وادي عبقر. شاعرهم يمدح ملكا يرجو كسرى، والآخر يمدح ملكا يطلب ود القيصر. فتمخض جبل في مكة عن رجل أمي منهم، يحمل صحفا تنشر نادى فيهم: هبوا من غفوتكم، ها أم نذري من أنذر قد أعذر. فصحوا من غفوتهم، قالوا: يا ويلتنا، من أيقظنا من مرقدنا هذا؟ أسحر هذا؟ أشعر هذا؟ لم نسمع في أهلينا من هذا قول يؤثر. وصحت يثرب من غفوتها، غنت لينتها، رقصت بعراجنها. طلع البدر علينا نور يؤوي نورا بنبي وجبين أزهر. فأقام الدين نبي فيهم مطاع فيهم ثم أمين. أقام الدين خلافة رشد، فتحوا أمصار الدنيا، فانهد الإيوان على كسرى وانهد القصر على قيصر. خلف من بعدهم خلف أضاعوا العهد، حتى صار الدين إمامة وعمامة ورجال أشكال بزهو يلبس ثوب الزهد. فبنى الشيطان لهم سدرة، عكفوا تحت السدرة ببطون ملأى ورؤوس لا تحمل خبزا يأكل منه الطير، بل تحمل شرا وسيوف تشهر. فبنوا في العراق إيوان كسرى، وبنوا في الشام قصر القيصر.